أهلا وسهلا بكم في شركة بيور أكوا، حيث أحدث تقنيات معالجة المياه في جميع أنحاء العالم. أسعد الله أوقاتكم. نحن الآن في المقر الرئيسي لشركة بيور أكوا في مدينة سانتا أنا ولاية كاليفورنيا. نحن الآن في صدد التجهيزات النهائية لتجهيز هذه الشحنة والتي ستغادر إلى نيويورك. سعة هذه المحطة هي عبارة عن 9000 جالون في اليوم، وهدف المعالجة هو توفير مياه عالية الجودة لصناعة الإلكترونيات. مصدر المياه هو عبارة مياه من البلدية، حيث تصل الملوحة إلى 500 إلى 600 ميلي جرام بير لتر. ينتج هذا السيستم 9000 جالون في اليوم، ويشمل الفلتر المركزي قبل المحطة، هو عبارة عن فلتر كربون لإزالة الكلورين وإزالة المواد العضوية، ومن ثم يتم دخول المياه إلى محطة التناضع العكسي، وخلالها يتم ضخ أو حقن المياه بمادة الأنتسكالنت أو ما يسمى مانع التكلسات للأغشية. لقد قمنا باستخدام أغشية داو فيمتك USA، وهي عبارة عن أغشية من النوعية الجيدة جدا، عالية الكفاءة، عالية رفض الأملاح، وكذلك تستهلك طاقة قليلة مقارنة مع الماركات الأخرى المتواجدة في السوق. تشمل المحطة لوحة الكهرباء وجميع عدادات قياس الضغط وتدفق المياه، وكذلك تشمل الفلتر قبل محطة التناضع العكسي، وعبارة عن 5 مايكرون من ناحية النقاوة. ستغادر هذه المحطة بعد قليل إلى نيويورك، وسعتها 9000 جالون في اليوم. شكرا. شكرا لاختياركم بيور أكوا كمورد رئيسي لجميع محطات تنقية ومعالجة المياه في جميع أنحاء العالم.